واش نال في السوق اليوم بدري سيك ما جيت تاخذ حولي يا قول لي لا شحال الثمن شحال مشى هادي 1,650,000 وهادي السن هادي 2 هادي رباعي العبدي دار يا خويا العبدي دار الله حولي 140% حولي 140 عاد ب 100 كاينه 30 32 هذا الخطر تباع ب 4,800 تباع ب 4,500 درهم هذا 2 السلام عليكم الاخوان فمرحبا بكم في فيديو جديد احنا في السوق ديال المجاطية غندير لكم واحد الدويره نقربوا الاثمنه ونشوفوا شنو كاين اليوم في السوق ومرحبا بالجميع وفرجه ممتعه خطره تباع ب 4,800 درهم 96,000 ريال تقدر تباع ب 5,000 درهم الله العبدي دار يا خويا العبدي دار الله حولي 140% حولي ب 140 عاد ب 200 الله ربي الله الله ربي الله تباع ب 5,000 درهم هيدا واحد يا ضريا حولي راه في الجديان حولي احنا جارين طالب درهم هذا 2 الله يسخر فيها يسخر لك 4,500 درهم العجولة مليون و 700 عجلة ديالك عجلة شحال السم شحال 100 و 100 يعني دايزة العيد هادي دايزة 100 مليون و 700 واللي من الهام منير هادي مليون و 800 بحال بحال في السن ولا بحال وهاديك اللي من الهام 320 مليون و 600 ياك مليون و 600 بالنسبه لهنا هذه مليون و 700 مليون و 700 الف فرانك يعني 17,000 درهم هذيك اللي هذيك مليون و 600 16,000 درهم هنا كل شيء تنايا ياك هذه رباعيه تنايا الا هذه رباعيه مليون و 700 هذه مليون و 700 مليون و 70 مليون و 70 هادي مليون و 650 وهادي السن هادي 2 هادي رباعي بالنسبة لك كيبان لي كاين حتى الخروف ديال العيد شوفوا راه كاين حتى الخروف ديال العيد بالنسبة لهنا بحال هذا 78 هادو واش من هادي بالجعده ديال هادي ديال بالجعده انا بالنسبه للكبير الثمن ديالو شحال 5,000 هنا من 3,500 3,500 حتى 5,500 او بحال داك اللي لهيه هذا واقع اللي هنا هذا هو 5,800 هذا كيبغي فيه 5,800 درهم هذا اش داير السنة؟ قني هذا قني هذا كيكونوا وازنين ياك 120 كيلو هنا كاين حتى السر كيبان لك كاين حتى السر أو بالنسبة للسردي هذا اش داير في السن؟ 2 هذا الثمن ديالو شحال؟ 96 96 96 بالنسبة للنمرة؟
بلا النمره من 1800 درهم من 36 بحال هذا اللي هنا. هذا دابا دايز العيد ياك. هذا فين 6 شهور هذا 1800 درهم الثمن هو 1800. هذا شحال قال لك هذا؟ هذا شحال قال لك؟ كيف قلنا 1800 درهم هذاك بالنسبة للمويان عليه اللي زيد عليه 1800. لكن هذا شحال داير هذا؟ بحال هذا 42. اش بجبد هذاك؟ 2000 2100 درهم بحال هذا 2100 درهم 42 دونا كلهم صناع الحليب. بالنسبة للأشمنة هنايا هذا الشيء اللي كاين هاودي زيدين عليهم هذا الشيء. واش هذا الثمن ديال هذا؟ 50 بحال هذا؟ هذا كاع مع هذوك ليك هذا 49 2450 درهم. هذا كيبقى 49 وهذا بالنسبة لهذا؟ هذا 60 جرب جرب. هذا كيبقى 3000 درهم. هنا كلشي سنان الحليب هذا الثمن ديالو 3000 درهم كيقول. بالنسبة لك الحمراء واش الثمن واحد ولا هذيك حول؟ هذوك الخروفات اللي لهيك الخروفات شحال الثمن؟ من 32 من 1600. هنا الخروفات 1600 درهم. 1600 كاينه 30 32 33 الف ريال بحال هكاك. مناش كيبدا الثمن من 30 حتى 33. وهذوك اللي من لهيه يو غير هذوك اللي من لهيه هذوك اللي من لهيه راه مبيوعين. الخروفه كتبدا من 1500 حتى 1650 درهم. مزيان باش نفيدو الناس. هذا 50 لينا. هنا من 1800 درهم حتى 3000 درهم. 3200 درهم من 36 فريا حتى 64 فريا في الثمن. هنا شالينا دور المرضي الثمن باقي شحال كتقول؟ الله ديال سبليون الواز لنا. هذا شحال الثمن شحال مشى؟ شحال؟ 120 الله يبارك. هاكا 1000 درهم باش تباع. يلا تباع دابا. هذا شنو السنة؟ تصور تصور السنة؟ تضرتني. هذا الثاني الثمن؟ 8000 كيقول 8000 دابا الفكاك ماشي يطلع والو. واللي من لهيه اللي من لهيه شحال؟ هذا كلهم ثنايا ياك؟ كاين ثنايا دابا ثنايا. ايه قال الفكاك؟ هذا 7000 هذا كيقول فيه 7500 درهم. مولانا الحجر الله نزلوا راه عند فولو الحمد ديال توكيا. خلي يقول 7500 درهم. اللي قال لهم مازال ما تفاهموش. هذا 130 كيقول فيه. الناس راه عندها عينيا يا عطيها الحالة هذايا عطيها الحالة. كيقول فيه هذاك السلف درهم. جوج سنين هذا شحال هذا؟
6000 درهم هذاك. ها هي الله 6000 درهم. جوج سنين جوج سنين. راه واحد 150 دابا. راه واحد 6000 درهم عطاهم 100 دابا. هاني ثاني المعلمة. 6000 درهم. ايه قال لك. دملاش والله. هذه راه جماعة الصحاب. جماعة الصحاب. تالي لنا دار المرضي. 180. عندك انا كزاف راح يدخل بحال هكا العيله. شنو السن هذا؟ تعال حول بالك راني شفنا تبع 5000 درهم. لا اخويا الله يسخر المولى الله يدخل لي بالصحه والسلامه. 5000 درهم اخويا الله يدخل لي بالصحه والسلامه. هنا 2.4 ياك؟ انا كاين 2.4 ياك بخصوص الثنيه هي اللي كاينه بزاف. دور دور سير تدخل هذاك وشدنا شي حاجه. اييه مرحبا خويا الزين. اما هنا هنا الكبار هنا 2.4 ياك. هذا راه تباع هو اللي شفنا دابا. انت اخويا دور لي التليفون هنا. هذه راه كامله تباعت هذه. هاي هذه كلها تباعات. ها المرقد المرقد جمع الصحيح مع بدا لا سي. هذا اثنين لا ما استانش لا بينك فابور لا بينك فابور ما عنديش دين. هذا ما استانش ليا جوج سنات اثنين والمليح كاين شي واحد عنده بحال تسعه ثنيا هذيك. هذاك شحال داير؟ شحال داير هذا؟ 8000 درهم. 8000 درهم شدنا شي حاجة أخرى؟ كاين المفاهمة. واحد 6500. هذا كيبقى 6500 درهم. 130 شد لنا شي حاجة أخرى. شدنا شي حاجة. شد لي يا الدري خويا شد لي. شد لي يا الدري خويا الله يشدو. عنده غير كبار هنايا. باقي كندورو احنا تلاقينا مع بدريس. اهلا بدريس كي داير بخير؟ كلشي مزيان؟ كي داير مع الصحة؟ كلشي بخير؟ واش ناد في السوق اليوم بدريسك ما جيت تاخذ حولي؟ الحومة ديالنا هذه ياك قول لي هنا الحومة ديالك ياك هذا السوق جينا نطلعوا على السوق انا قريب هنايا. قول لي السكنه هنا قريبه بالنسبه للاخوان اللي ما تعرفوش السكنه في مديونه. كلشي بخير. كي داير بدريس بخير؟ تحياتي لك بدريس الله يكبر بك. امين اللهم يسر الجميع اللي باقي اللي خدا الله يسر ليه واللي باقي ما خداش هو الله يسر ليه. هذاك الشيء اللي كاين. كي داير الخويلات بدريس؟ مزيان بخير؟ الله يحفظك. كي داير السوق ملي جيتي اليوم شتي دويره في السوق؟ اخويا ما تيعجبش. ياك. سبحان الله العظيم يا خويا. انا في عمري دابا تبارك الله راه 58 عام. اللهم بارك. الحاج دريس. الحاج دريس تحياتي. هادشي انا عمرني ما عشتو. البلاد الحمد لله كان فيها الخير وجاو هاد الغلب ديال برا. ما البلاد عندنا الحمد لله راه بلاد المغرب راه بلاد الخير خاصها ما يجي عندنا من حتى شي بلاد. هاد الغلب اللي عندنا هنا راه تبارك الله. ايوا بنادم خايف من المشرى وشو شو تبارك الله السردي دير دير السردي عندنا سي دير شتي السردي عندنا السردي راه فيه الزين وفي داك الجماليه ديالو بوحدو. كاين كاع كاينين الناس اللي غادي نعطيهم الحواله ديال هاد اسبانيا دوك الفقراء. انا كنعرف شي ناس ما يعيدوش عليهم ما مولفيناش ومجربينها. بزاف الاخوان كيخافوا على اللحم ديالها كيفاش دايره شنو الماكله ديالها شنو العلف. الله يحفظك. دابا هي الغنم راه كلشي زين ما نخسروا حتى حاجه بارك الله في البلاد. ولكن قال لي ما كيعرف حال كاع اللي بحال. السردي كبر مع بنادم وكبر مع والدينا وداز في البلاد وحولي ديال البلاد. قال لي قطران بلادي ولا عسل. هذا راه معروفه. هذا مثال ديالنا قديمه. مثال ديال المغاربه كيقول لي قطران بلادي ولا عسل بلدان. واش تا دابا شحال من واحد دابا كيكون مناسب مع شي اجنبي ماشي مغربي كيعطيه بنته ولا كياخذ بنته البركه معاه ماشي هي هذيك. بصح. كيبقى ديما بارك بوحدو منكري هو ديما منكري. راه فاك الحولي ديال خو بدريس. اللهم قطران بلادي ولا عسل بلدان. ولكن ما ننساش عسل ديال عثمان. هذا كلام ديال الاولين احنا ما عندناش من داخله. وخلاه حسين السلاوي حضي راسك
يفوزوا بك الخمان يا بلاد. وهذه الساعة باركة باش تلاقينا. تحية. أه بدريس بغيت نسولك من حد التجربة ديالك. اللي بغى يختار الحولية شنو الحوايج اللي ركز عليهم باش ياخذ حولي زوين. البنات مثلا الأولين كيقول لي لا تقادت الأسعار في المليح اختار هي هدية ديال الله عز وجل. ضروري خصك تختار الأضحية زوينة وهذه. واخا الإنسان يختار أضحية زوينة وتكون صافية من العيوب. ويكون تابع ويكون العينين ويكون واللي ما يعرفش يقلب يدي مع شي واحد اللي ثقة، حيت راه ما كاينش ثقة دي شي واحد راه يدير معاك الخصومة. شي واحد ثقة تامة يمشي معاك يختار لك الحولي على الديفو وما تكرهش تشري مع شي واحد قريب لك. حيت ربما يكون شي مشكل في الحولي كتبقى قريب. شي عاد شري وتزيد حالات ما عرفش مول حولي وكذا شي مشكل شي ديفوا أو شي عطاب خير يكون مول حولي بعدا قريب لك ياك الخوت يكون مول حولي قريب لك بعدا تصيفاش تعاد وكيقول لك اللهم اخطا يا زربانة وذبح معاك تم اللي يعني عيدنا وذبحنا صونا لينا وقال لنا داك الشيء كيدير وكيخرج تبارك الله يدير الخير وتحياتك ابو ادريس تبارك الله عليك والله ما يسر الجميع والله يهدي الجميع في هذه العواشر وهاد الدراري ديال الزمان هذا بغيناهم يجتهدوا كل واحد يجمع راسه ويكرز راسه إن هذا الزمان راه صعيب راه 100,000 ريال كيقول الراجل حولي ب 5,000 درهم راه بحال قال لك على 3,000 درهم إن الفلوس راه ما بقات كتسوى والو حيت 60,000 ريال هي 40 و 40 هي 30 و 30 هي 20 إن دابا الفلوس ما بقاتش عندها القيمة الفلوس ما بقاتش عندها القيمة سمعتيني أنا دابا الراجل هو دابا الراجل يدير واحد التجربة من راسه كيشري الحولي من السوق كيمشي لعند مول الجلبانة شوف الجلبانة بشحال وشوف العلب بشحال راه باز الفلاح بالنسبة لهذا الإخوان هذا 96 4,800 درهم